السلام عليكم طالب الأعزاء، اليوم ناخذ المحاضرة ال 13 من محاضرات الكونترول انجينيرنج المرحلة الرابعة. اليوم راح نبدأ فصل جديد وموضوع جديد مهم، وهو الموضوع Optimal Control System Design. مفردات هاي المحاضرة راح نبدأ ناخذ مقدمة أو Overview حول Optimal Control Engineering، ونشرح لكم الـ Principal Idea حول هذا الموضوع. بعدين راح ننتقل the type of optimal control problem، ناخذ المشاكل الرئيسية اللي راح تواجهنا في حالة التصميم أي سيستم، ونحاول نحللها وندرس إيجابياتها وسلبيات كل حالة. الموضوع الثالث اللي راح ناخذ هو أول طرق من طرق linear quadratic regulator، اللي هو من أهم طرق الـ Optimized Control Engineering. خلونا نبدأ ويا الـ Overview of Optimal Control Engineering. إحنا خلينا نبدأ أول شيء في الـ Revision حول الموضوع السابق. إحنا خدنا بالمحاضرتين السابقتين خدنا موضوع اللي هو الـ Pool Placement، وقلنا احنا من اهم طرق انه نحصل على نظام مستقر، وبالذات النظام اللي هي بي يسمونه كلوز لوب، اللي بي فيدباك ستيت سبيس، من خلال نختار ذا بول اوف سيستم، جذور السيستم من خلال تغيير البارامتر اوف ذا سيستم. بالتالي احنا راح نتحكم مكان البولز، وقلنا احنا اذا كان البولز ضمن الاسبلانت دومين فيكون مستقر، اذا كان خارج الاسبلانت دومين راح يكون غير مستقل ومستقر، وبالتالي احنا نقدر نتحكم بطبيعه البارامتر اوف ذا سيستم، ونقدر نحصل على سيستم اكثر استقراريه وكذلك مور اكيوريت. بس عمليا هاي الطريقة تعتبر عملية صعبة. ليش؟ لأن احنا راح نغير البارامتر السيستم، بالتالي ما راح نحصل على نفس البرفورمانس، نفس الأداء السيستم. مبدئيا أو نظريا هذا يكون فيزيكال شيء غير عملي. بالتالي احنا راح اتجهنا إلى طريقة ثانية اللي هي تكون أكثر عملية وأفضل، اللي هي طريقة الـ Optimal Control Engineering، أي بمعنى أنه السيستم راح يبقى على حالة، البارامتر راح تبقى على حالة، بس مجرد أحاول أحصل على Optimal Control Engineering، أي بمعنى أحاول أسوي Optimization للسيستم بدون ما أتلاعب بالبارامتر، وبالتالي أتلاعب بالـ Performance of the System. طبعاً هذه الطريقة طبعاً تشبه بالطريقة الـ Mathematical Optimization للسيستم، من خلالها نحاول نغير الاوبجكت اوف ذا فانكشن، اي يعني ما نغير البارامتر، الاوبجكت اوف ذا فانكشن، بالتالي نحصل على اقل كلفه. هنا اقصد الكلفه مينيمم كوست، مو معناته الكلفه الماديه، لا، تشمل كلفه الوقت اقصد بيها، او كلفه الطاقه، او كلفه البيرفورمانس، يعني ما شامله معنى اقصد الكلفه، هي ممكن تدخل جانب من عندها، او كان يكون اري سيستم مور كوست او لو كوست، او ممكن حصل انه هذا السيستم يكون اداء بوقت محدد اسرع، استجابته للسيستم اسرع او لا، او هذا السيستم راح يصرف وقود هواي او لا، اعتمادا على الابلكيشن اوف ذا سيستم. هنا خذت لكم مثال عملي على مود اقرب لكم صورة الـ Optimal Control Engineering. لنفرض انه هنا واحد من الطلاب بيتهم مركز مدينة العمارة، ويريد يروح الى كلية الهندسة، قسم الهندسة الكهربائية لنفرض. فبالتالي هو عنده ثلاث طرق، طبعا هذه الطرق افتراضية، يعني انا ما اريد اسمه، يعني مثل خاصة الطريق الثاني، بس لتوضيح الفكرة لكم. لنفرض الطريق الأول أنه قال يابا أنا أروح عن طريق الطرق الداخلية وبالمجسر، ولأن أوصل عن طريق العلوة، وأوصل إلى كلية الهندسة اللي هي على طريق بغداد. هذا الطريق
يمتاز بإيجابياته. إيجابياته أنه بداخل المدينة، بداخل المدينة مالتك. بس هو شنو سلبياته؟ أنه سلبياته أنه راح يأخذ من عندك وقت كلش هواي، يصرف من عندك بسبب الازدحامات، راح يصرف من عندك وقود هواي، بس يكون تكلفته قليلة لنفرض. الطريقة الثانية أنه لا، تقول لي أنا لا ليش، أنا خلنا أروح أنا منك تاكسي وبعدين آخذ الطريق المائي اللي هو خلنا نفرض قد وسيلة نقل مائي، كان يكون بلم أو something else. طبعا هاي الصورة يعني للتقريب فكرة توضيح الموضوع لا أكثر. وبعدين بس هذا الطريق شنو ميزاته؟ راح ياخذ من وقت هواي، كذلك هم راح ياخذ من عندي، ما راح ياخذ من عندي انرجي عالي. فقلنا له سلبيات أما الطريق الثالث اللي هو نفرض راح هو على الطريق الحولي التاكسي، راح وحاول أشوف الأبليكيشن ما إيش يحتاج، هل يحتاج وقت أفضل، فبالتالي يعني تركيزه يكون أفضل، فبالتالي أنا راح أصمم استيت فيدباك إنه يحصل لي على وقت أفضل، سرعة وقت أفضل. نفرض في مثال بسيط مثلا السيارات الرياضيه السبورتج، اهم من يصممون هالديزاينر، اهم شيء ما يركز بالموضوع، يركز انه شلون يقدر يصمم سياره كهربائيه ذات تعجيل عالي، يعني اول يعني تاخذ انطلاقه كل السريعه، بس هي تصرف وقود، تصرف مو فد عنده مشكله، بس اهم شيء عنده تعجيلها عالي، وبالتالي تاخذ وقت كلش قليل بالتشغيل الاولى او كسرعه. اما مثلا السيارات الاقتصاديه اللي هي السيارات الاعتياديه، لا اهم شيء مثلا يفكر لا انه ما تصرف، انا مو عندي، فبالتالي انا راح يكون تركيزي حول الكوست وهكذا. او بعض الابلكيشن انا عندي اهم شيء يكون الاداء قوي عندي، مو اهم شيء الكوست. فلنفرض مثلا انا جاي اريد اطلق مركبة فضائية للفضاء، بالتالي أنا ما يهمني أنه الكلفة أنا ولا الوقت، أنا أهم شيء عندي أصمم جهاز صاروخ أو مركبة فضائية أو صاروخ فضائي ينطلق ذات أداء عالي ويحقق أهدافه. أي بمعنى أنه أحاول أدرس الابليكيشن مالته، شنو متطلباته، شنو إيجابياته، شنو سلبياته، إيش يحتاج من عندي، وبالتالي أقدر أصمم Optimize Controller للسيستم مالتي. هنا أنا هسه خذيت لكم Basic Problem اللي هي نفسي تشرحت بها. مثل الأول Problem إنه Performance Criteria، إنه أمشي أنا هذا الجهاز مالتي أو هذا السيستم مالتي أنا حصل على ذات أداء عالي بدون ما أنه أركز إنه هذا يأخذ Energy عالية أو مو Energy عالية أو Cost عالية أو مو Cost عالية، بالتالي أشوف هذا الأداء مالته، وبالتالي هسه شوف هذا الرسم مالتنا وادرس الى الخيارات مالته. الخيار الاول انه اذا خليته بهذا الكنترول جين راح احصل سيستم هذا الاداء مالته يقترب من الواقعيه، او حصلته بهذا الاداء. طبعا هذا الريفرنس هو الاسد، هو الريفرنس، وهذا هو الاوبتمايزيشن، وحاول احصل منه الافضل او الاقرب لي. شوف هسه مثل هذا البلو، يعني ما حصل نتيجة أفضل لأن هو جاب
وزن تحت الصفر، بالتالي ما حصلنا الإيجابية، بس ممكن هذا الريد هو حصلنا أكثر إيجابية، وبالتالي ممكن أقول أنه سيستم بهذه التراجيديا بهذا الطريق حصلنا أعلى كفاءة. ناخذ المشكلة الثانية اللي تواجهنا بتصميم أي سيستم أو أي أبليكيشن، هو أنه أحاول أحصل ذا مينيمم تايم كنترول بروبلم، اللي هو مثل ما قلت لكم سابقا أحصل على أكثر تعجيل، مثل الكار اكسلريتر اللي هو مثلا قلنا السيارات الرياضيه، بدون ما يهمني انه هل يكون هذا يصرف وقود هواي او لا، او كان الاداء مالته صحيح او لا، اهم شيء عندي اركز على الوقت. كذلك احاول ادرس الحالات الثلاثه اليه، واحاول احصل منه الاداء الاقرب للواقعيه اليه، مثل ما تشوفوا هنا بهاي الحاله انه شوف حصل من عندي هنا صدق حصل على اداء افضل، هسه حصل على اداء افضل، بس بنفس الوقت حصل بي اوفر شوت وما حصل اكثر استقراريه، بالتالي الريد يكون افضل اداء من البلو. المشكله الثالثه اللي تواجهنا اللي هي مثلا تيرمينال كنترول بروبلم، اللي هي مثلا انه قلنا نحصل على اقل ايرور للسيستم، نفرض انه هذا السيستم مالتي انه يشتغل بهذا الاداء، وجيت اغير من الكنترول جين اوف ذا سيستم واشوف انه منه اللي يحصل افضل اداء له. شوف هسه هنا بالحاله الاولى، شوف هسه هنا البلو حقق لي افضل اداء من الريد، لان هذا هنا راح حصل لي مور ايرور، بالتالي انه انا راح اركز انه شلون احصل على افضل اداء للسيستم بدون ما اركز لا الوقت ولا الكوست. طبعا هاي اخذتكم ثلاث مشاكل تواجه اي سيستم، بس ممكن اكو هواي مشاكل تواجه اي سيستم عند التصميم. اكتفيت بهاي الثلاث مشاكل لتقريب الصورة لا أكثر. هسه قلنا ناخذ هذا الموضوع اللي هو الطرق الأولى من طرق الـ method of the optimal controller engineering، اللي هو linear quadratic regulator، اللي هي الطريق definition as LQR، اللي هي الطريقة الأولى لـ Optimize of Control Engineering. هنا الـ General Equation of this system or this method or this theory، اللي هي J اللي هنا نقصد بها the General Cost، هاي المعادلة مالتها هي بيها اشتقاق، بس أنا ما حاولت أدخلكم بالاشتقاق مالتها، أنا نزلتها لكم مباشرة. بها ثلاث متغيرات رئيسية اللي هو الـ S والـ Q والـ R، اللي هي الـ parameter of the system، اللي هي weighting of material of the system، كل واحدة لها ميزاتها وصفاتها. احنا نشوف هنا نفرض هذا السيستم، في حالة الـ state space بها الـ X يساوي A X زائد B Y. هنا هذا هنا الماتريكس اوف ذا سيستم قلنا الاي والبي، راح ندخل خذيناها بالمحاضره السابقه، وقلنا الاي والبي هي ماتريكس اوف ذا سيستم بيس اون ستيت سبيس، هذا اني يكون هنا من اصل المعادله او من اصل السيستم. هنا احنا شنو راح شنو نغير؟ نغير قيمه الكي جين اللي هو ستيت سبيس فيدباك، وبالتالي نحصل على اوبتيمال كنترول انجينيرنج. هنا قلنا الاس والكيو ار هي ويتنج اوف ذا سيستم. هنا هسه احنا قلنا اهم شيء شلون نحصل على كي جين وذ اوبتيمال كنترولر، اي يعني معنى شلون نقدر نغير من قيمه ال adjustify، مو نغير يعني هنا متغير، هنا adjustify يعني اشبه بالترهيم، اشبه بالتقريب الفكره بين قيم الكيو والار والاي والبي اللي هي parameter of the system،
وشلون نقدر نحصل على كي اوبتمايزيشن، يعني بمعنى انه اخذ قيم السيستم هذني وادخلهن بهذا الميثود الله كيو ار، وعلى مود تعطينا كيو مستقره او كيو اوبتيمال جين. هذا منين ناخذه؟ ناخذه من هذا القانون الكي يساوي ار انفرس الار بي ترانسفير للبي في البي. البي منين نجيبها؟ نجيبها من اللي هي ماتريكس ريكاتا اكويجن، ناخذها من هذا القانون اللي هي بي اي بلس اي ترانسفير بي بلس كيو ماينس بي 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 ار انفرس بي في البي ايكوال زيرو، اللي هي تسمونها ماتريكس ريكاتا اكويجن. بالتالي هذا منين احصل هسه شنو احنا عندنا؟ نريد نجد قيمه الكي. الكي منين؟ مجاهيل الار والبي ناخذها من اصل البارامتر اوف ذا سيستم. عندنا بس مشكله البي منين ناخذ؟ البي منين ناخذ؟ البي منين ناخذها؟ بناخذها من هذا القانون. هنا راح نتواجه لنا يحتاج لنا الكيو والبي والار والتي. منين ناخذها؟ ناخذها من اصل المعادله اللي هي ال جي ساون انفينيتي تي 0 ال تي 1 كيو تي اكس بلس يو ار يو دي تي. طبعا هنا راح تروحون انه اكو هنا جزء مفقود بالنسبه للجنرال اكويجن. هاي الجزء هذا يسمونه اذا كان اوبتيمال كوست، يعني هنا حصلنا على الاوبتيمال كوست هنا وذا ايرور كوست. هذا الجزء يسمونه جزء الايرور كوست، وهذا الجزء الاوبتيمال كوست. احنا نحاول دائما من ناخذ معادله ناخذ من الاوبتيمال كوست، لان احنا نريد اوبتيمال سيستم. هنا هسه راح ناخذ مثال بسيط عن موضوع توضحين لنا الصوره شلون نقدر نحل هيك اسئله تجينا حول هذا الموضوع. هنا example 1 linear quadratic regulator shown in figure below contains plant that describe by مطينا هذا general equation of the system based on state space x1 و x2 سون 0 minus 1 و 1 minus 2 x1 و x2، يعني هذا ال x dash معناته ال x dot او x dash، وهنا ال x الاصل مع المعادلة يساوينا plus 0 1 اللي هي جزء ال state space او جزء الفيدباك او الاوتبوت. اليو يساوينا 1 بصفر هاي يعطيك اياها بالسؤال. and has performance index j اللي هي j شنو؟ the cost function of the system من صفر للإنفينيتي x transfer to 0 1 0 1 x y square dt. ايش يريد من عندنا هنا؟ يريدنا ريكاتا ماتريكس ستيت فيدباك ماتريكس كين اللي هو هذا الجزء المهم بهذا الموضوع، والمطلب الثالث يريد من عندي الكلوز لوب ايجن فاليو، ومعطينا هذا السيستم based on the state space. هسه اول خطوه نقوم بها هو ايجاد قيم الماتريكس اوف ذا سيستم اللي هو الاي والبي والكيو والار. من خلال المقارنه والجنرال اكويجن اوف ذا سيستم راح نعرف انه الاي يساوينا ماتريكس 0 ماينس 1 1 ماينس 2 ماينس 1 ماينس 2 والبي 0 1 والكيو 2 0 و 0 1 والار سكيل 1. هذين خدناها من جنرال اكويجن اوف ذا سيستم اللي هو شوف هنا الاي وهنا البي وهنا الكيو الكيو 2 0 و 0 1 وهنا الار قيمته 1 السكيل مالته 1. بعد ما حددنا قيم the matrix of the gain نجي ناخذ ريكاتا equation matrix equation اللي هو BA AP Q minus P V R inverse P transfer P
اي يساوي صفر، والتالي اول هسه بالجزء الاول نجد قيمه البي اي الجزء الاول اللي هو يساوي ان بي هنا بي 11 بي 12 بي 21 بي 22. هاي شلون حددناها بهاي الارقام؟ لان هو المعادله مالتنا ثنائيه، فبالتالي لازم نخلي قيم البي كذلك ثنائيه اللي يتلاعب مع اصل السؤال. لو كانت هنا القيم الماتريكس اوف ذا اي وبي وكيو ثلاثيه، بالتالي لازم نخلي بي بي 11 1 2 1 3 وهكذا، وبالتالي لازم نخلي قيم بي كذلك ثلاثيه. ننزل بعدين قيمه الاي نجيبها من اصل السؤال، وبعدين يساوي نضرب هاي الماتريكس، وبالتالي نحصل لنا على هاي الماتريكس مالتنا. هسه بعدين نجد الجزء الثاني من المعادله، يساوي لنا اي انفرس ترانسفير اي في البي، ويساوي لنا اي 0.-1 و2، وهي البي هم كذلك نضربها تطلع لنا هذا الماتريكس. وبعدين ناخذ الجزء الثالث، هاي طبعا الكيو هي بالاصل موجوده جاهزه، الجزء الثالث البي بي ار بي انفرس بي ترانسفير على في البي. كذلك قبل أن ننزل القيم هنا كلهم جاهزات، بس مجرد نحاول نضرب هذني قيم الماتريكس راح نحصل لنا على هاي القيمة اللي هي الجزء الأخير من المعادلة. بعدين نعوضها بالجنرال كويجن اوف ذا سيستم، نحصل على المعادلة الأخيرة. هنا بس اكو ملاحظة بسيطة، هنا البي دائما يكون سيمتريكال متطابق، بالتالي ال P12 وال 21 هو طبعا تكون هي نفس القيمة، فخاف تشوفها بالمعادلة انه انا راح اخلي بس كان P12 هو نفس P21. هاي ليش خليناها؟ لان هو اصل الماتريكس هو سيمتريكال. هنا راح ناخذ الماتريكس كويجن can be expressed by simultaneously equations، يعني بمعناته انه انا اخذ ثلاث اربع معادلات، بما انه هو symmetrical equation او symmetrical matrix، بالتالي انه انا اخذ اربع معادلات، كل معادلة خاص one dimension of the matrix. اي معناته شنو؟ هسه شو سالب P12 منين جاي؟ سالب P12 plus جاي منين؟ من P21 هذا minus، لانه هو بالاصل هو minus plus 2 اللي هو جاي من هذا القيمة بالنسبة للماتريكس 2 3 ناقص بي سكوير 1 2 وهكذا. راح ناخذ 4 simultaneous equation وننزلهن كمعادلات جاهزة استنادا الى موقع dimension of the matrix. بالتالي احنا راح نقول من خلال the first simultaneous equation راح ننزل كمعادلة أولى وبعدين نحلها فد حل بسيط بالتجربة، بالتالي نقدر نحصل على قيمة ال B12 هي نفس ال B21، وبالتالي قيمتها 0.7 and minus 2.73. احنا دائما قلنا قيمها موجبة، بالتالي راح ناخذ بس الجزء الموجب من المعادلة. ليش؟ لانه هو لانه هو احنا قلنا نريده في حالة الاستقرارية. دائما الاستقرارية وين يكون البولز موقعهن؟ لا تكون بول بليسمنت، دائما يكون موقعهن في الجزء الموجب من المعادلة، بالتالي يكون في الحالة حالة مستقرة. بالتالي اخذنا بس الجزء السالب من المعادلة، يعني احنا قلنا زيروس بالسالب موقع الجذور زيروس بالسالب والبولز بالموجب دائما يكون اقل من واحد. هسه ناخذ من خلال the fourth simultaneous equation ناخذ الجزء المعادلة الرابعة كذلك نحلها ونحصل على البي 222 هم كذلك قيمتين. راح ناخذ بس الجزء الموجب لانه احنا قلنا نريد نحصل على استقرارية بالسيستم، بالتالي ناخذ بس الجزء الموجب من المعادلة اللي هو راح يساوي بي 220.5. هسه نروح على second simultaneous equation
وكذلك نعوض ناخذ نفس المعادلة ونبدأ نعوض، بما أنه وجدنا قيمة البي 22 بي 21 نعوضها بالمعادلة الثانية اللي هي هاي المعادلة الثانية، ونعوض قيمة ال 11 و 21، وبالتالي نحصل لنا على القيمة الثالثة هو البي 11 اللي يساوي 2.4. نجي أصلا ريكاتا ماتريكس is given by، بما أنه وجد قيمة ال B نرجع ال P1 و P22 و P21 نجي ننزل القيم، فبالتالي ناخذ نلقى ريكاتا ريكاتي ماتريكس ريكاتي ماتريكس. هسه بعدين ناخذ ال State Feedback Matrix is called calculated by الكي يساوي ار ماينس بي تي بي. هذا اني عندنا قيمه الار وعندنا البي وعندنا البي ويساوي لنا، قبل ننزل القيم مالتنا بعد ما اوجدنا قيمه البي اللي هو ريكيتي ماتريكس ووجدنا نفس القيم ونزلناها وحصلنا على قيمه الكي اللي هو قيمه الكي جين. قيمة الكيين هنا أصور خلصت. ها بعدين المطلب الثالث يريد من عندنا الكلوز لوب ايجن فاليو، طبعا هاي أخذناها بنفس المحاضرة السابقة. الكلوز لوب ايجن فاليو يساوي اس اي ماينس اي بلس بي كي، ننزل نفس القيم مباشرة بالمعادلة. هنا الايدنتيكال اس ماينس اي ننزلها مباشرة بلس بي 0.1، وقيمة الكي راح قيمتها بس ناخذ الكي بي 1 وبي 11 و 12. هنا اخذنا بس القيمتين في حالة الاستقرارية فقط، اخذنا بالكي احنا بس قيمة القيمتين في حالة الاستقرارية، اخذنا كي 1 وكي 2. ليش؟ اللي أخذنا القيم في حالة الاستقرارية اللي هو يكون أقل من الواحد، بالتالي نقدر نحصل نجمع الماتريكس ونحصل على قيمة الـ S1 والـ S2 اللي يساوي لنا minus 1.21 plus minus J0.384 اللي هو قيمة الـ closed loop eigen value. لهنا خلصت محاضرتنا. فد مراجعة بسيطة للموضوع، قلنا الـ Optimal Control Engineering هو من أهم أفضل طرق من طرق الـ Optimal على مود نحصل على سيستم أكثر استقرارية و More Accurate، وهو راح يكون أكثر أفضل من الـ Pool Placement. ليش؟ لأنه ما راح نتلاعب بالبارامتر أوف ذا سيستم، مجرد بس نحاول ندرس أنه هذا السيستم إيش يحتاج، وبالتالي نقدر نحصل على أفضل دقة وأداء من خلال تغيير قيمة الكي جين، يعني نغير الستيت سبيس في فيدباك بدون ما نغير السيستم كله. هذا نقدر شلون نقدر نحصل على كي جين أكثر استقرارية من خلال تقييد justify the parameter of the system with the كي جين. وقلنا من أهم الطرق لهاي العملية اللي هو طريقة الـ QR اللي هي أفضل الطريقة الأولى وأكثر شيوعاً في الاستخدام، وهي عبارة عن مجرد ثلاث قوانين اللي هي قانون الكوست وقانون الكي وريكاتي ماتريكس، من خلالها نقدر إيجاد القيم الكي. لهنا هنا خلصنا لهنا خلصنا قيم محاضرتنا. أرجو أن استمتعتوا بالاستماع للمحاضرة، وإن شاء الله باكر أخذ لكم فد مثال حول هذا الموضوع لتوضيح الصورة بعد أكثر وأكثر. أنا إذا عندكم أي سؤال أو أي شيء ما فاهمينه حاولوا تدزوه بالتليجرام، إن شاء الله أكون سعيد بالإجابة على أسئلتكم. شكرا جزيلا.